على هامش جلسات لجنة وضع المرأة التي تجري في الأمم المتحدة في نيويورك وبمشاركة استثنائية متميزة لمملكة البحرين، عقدت جلسة بين رئيس لجنة وضع المرأة السيدة جيرلاندين براين وسعادة الأستاذة هالة الأنصاري رئيس المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء الوفد البحريني. جرى خلالها مناقشات الوضع الحالي للمرأة في مملكة البحرين والمنطقة العربية وأوروبا والعالم، وبحثت أطر التعاون ومشاركة الخبرات والخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف. Well, I was very happy there just to meet Minister from Bahrain, and we shared our perspective regarding the importance of CSW here in New York and the importance of empowering women all over the world. And what I learned was that Bahrain is very influential in their region, highly respected, and really are very progressive. كما وأقامت مملكة البحرين حفل عشاء ضم نخبة ضخمة من كبار شخصيات الأمم المتحدة وشخصيات رفيعة المستوى من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين من دول العالم، حيث عبروا عن انبهارهم بإنجازات مملكة البحرين وبالخطوات الملموسة واقعياً التي حققتها المرأة البحرينية لتكون في طليعة الدول التي تسعى للنهوض بالمرأة رغم جميع التحديات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. البحرين لديها قصة نجاح كبيرة، وسعداء الحقيقة بمشاركة وفد البحريني ومشاركة سمو الأميرة وهذه المسابقة التي تبنتها البحرين لتشجيع أنشطة المرأة ولتشجيع مجالات تميز ونشاط المرأة. الحقيقة هذا هدف نبيل وهدف مهم. أنا سعيد حقيقة في المشاركة في هذه المناسبة البحرينية، ودائما ما أقول عندما تقوم دولة خليجية بمناسبة فهي مناسبة لكل الخليجيين، والبحرين لها السبق في موضوع تمكين المرأة، وأعتقد هذه الجائزة التي تمنحها البحرين كل عام على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة هي تأتي في إطار تمكين المرأة، وهذا دليل على المستوى الذي وصلت له المرأة في البحرين وكذلك في دول الخليج العربي، وأتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمثل هذه المناسبات وللوفد البحرين. في هذا اليوم اللي تم فيه احتفال بالمرأة وافتتاح لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، كان لمملكة البحرين دور كبير اليوم في إعطاء هذه الجائزة وفي تمكين المرأة، ليس فقط المرأة البحرينية، وإنما إعطاء رسالة للعالم العربي كله وللعالم إنه المرأة في البحرين لها وضع خاص، لها وضع متميز، تمكينها على أعلى مستوى موجود. تميز هذا الحفل بحضور متميز وضخم مما يدل على جدوى الجهود المبذولة في مملكة البحرين من أجل المضي قدما لتكون في أوائل الدول السباقة لتطوير مجتمعاتها وتمكين المرأة بما يتناسب والمعايير العليا للدول المتقدمة. نادين حيري، تلفزيون مملكة البحرين، الأمم المتحدة، نيويورك.